بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. باسم أهل القرية الكرام وباسم الهيئة الإدارية للجمعية الحسينية ومنتسبيها، أبث أحلى التهاني وأندى المعاني فرحا وبهجة إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان شريك القرآن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بمولد سيدة نساء العالمين مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. كذلك نزف الفرحة والتبريكات إلى مراجعنا العظام وفقهائنا الكرام وإلى جميع محبي أهل البيت عليهم السلام وإلى أهالي القرية وأخص الحضور الكرام في هذا الحفل البهيج. هذه مناسبة عظيمة نعيشها بكل قلبنا وعقلنا وروحنا ابتغاء مرضات الله. حضورنا الكريم، هنيئا لكم أن تكونوا في هذه الأمسية في فلك سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، وأسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يرزقنا شفاعتهم وأن يمن علينا بكل خير بفضلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.